أهلاً وسهلاً بكم في محاضرة جديدة من كورس احتراف ويندوز 10. طبعاً في هذه المحاضرة راح نتعلم على مهارة ممكن تسهل علينا وتسرع عملنا في فتح البرامج بشكل سريع. هذه المهارة هي كيفية وضع البرامج في الكليك الأيمن، يعني لو أنا في أي مكان معين بإمكاني أضغط هنا كليك أيمن أفتح هذا البرنامج، طبعاً راح تسهل علي وتسرع علي في الأداء. العملية سهلة ولكن فقط تحتاج بعض التركيز حتى ننتبه على المسار. طبعا نجي هنا بالبحث نكتب ريج REG راح تطلع لنا هذه النافذة اللي هي ريجستر اديتور، نضغط عليها دبل كليك حيطلب من عندنا موافقة يس. الان بعد ما اشتغل عندي ريجستر اديتور طبعا راح تظهر عندي هذه الاوامر، اجي الى اول خيار اللي هو الهوكي كلاسيك روت، اضغط على هذا السهم، انزل الى مجلد اسمه الدايركتوري، طبعا هو يبدأ بحرف الدي، ننزل على كيفنا بسرعة بطيئة. طبعا هذا هو الدايركتوري، اضغط على هذا السهم افتحه، اجي الى باكجراوند اضغط على هذا السهم افتحه، اجي الى شل افتح هذا السهم. طيب الان راح اجي اضغط كليك ايمن على شل، هذا الشل اضغط عليه كليك ايمن واختار نيو كي، راح اسمي هذا المجلد الجديد او الكي الجديد باسم البرنامج اللي اريد افتحه، مثلا اريد افتح فوتوشوب فاجي هنا أنا اكتب فوتوشوب. طبعا هذا الاسم اختياري، يعني اقدر اكتب بالعربي اقدر اكتب طبعا فوتوشوب سبيل مو صحيح، اختياري، هذا الاسم اختياري هو نفسه الاسم اللي راح يظهر على الكليك الايمن هنا أنا مثل ما تلاحظون فوتوشوب، اذا اجي اضغط هنا فوتوشوب ما راح يشتغل، ليش؟ لازم اضيف البرنامج بهذا المجلد. طيب انا عندي مثلا هذا برنامج فوتوشوب، راح اضغط هنا كليك ايمن على برنامج فوتوشوب واختار اوبن فايل لوكيشن، طبعا هذا الخيار اللي هو اوبن فايل لوكيشن، طبعا راح يظهر لي بهذا الشكل. اذا لاحظ هنا راح يظهر لي البرنامج بمكانه بقرصه سي، اجي اضغط هنا بالاعلى واخذ المسار هذا كله كوبي، ارجع لي الريجستري، راح اضغط كليك ايمن على الفوتوشوب اللي سويته نيو كي، ايضا كي على الفوتوشوب راح اسميه كوماند COAMND. طيب الان راح اجي على الكوماند اضغط عليه كليك، واجي هنا عندي ديفولت اضغط عليها كليك واختار موديفاي، راح الصق المسار اللي لصقته، ولكن هذا المسار لابد انه اضيف له البرنامج. طيب شلون اضيف له البرنامج؟ يعني هذا المسار اللي هنا لازم اضيف له اسم هذا البرنامج، فاضغط هنا على هذا البرنامج كليك ايمن رينيم واخذ كوبي، ارجع هنا طبعا اضيف فاصلة، والفاصلة لابد انه تكون مثل هذه اتجاهها، يعني بهذا الشكل، يعني مو هذا الشكل ما يصير، بهذا الشكل هو الشكل المائل على اليسار، راح الصق الاسم طبعا اكتب ويا دوت اي اكس اي، يعني بعد ما كتبت المسار والشارحة والاسم اضيف ويا اي اكس اي اوكي. طيب هنا اذا لاحظ كليك ايمن فوتوشوب، مجرد ان اضغط على فوتوشوب راح يظهر لي برنامج فوتوشوب. طيب انا اريد هنا من اضغط كليك ايمن تظهر لي الايكون الخاصة بالفوتوشوب. طيب العملية سهلة، راح ارجع على فوتوشوب الاصلي، يعني مو هذا الكوموند، على الفوتوشوب اضغط كليك ايمن نيو واختار سترينج فاليو، راح اسميها ايكون، ضروري جدا يكون اسمها ايكون ICON، ضروري جدا الفاليو يكون اسمه ايكون. طيب اضغط كليك ايمن موديفاي، راح اضيف نفس المعلومات اللي ضفتها قبل قليل، اخذ المسار مالت البرنامج، بعدها الشارحة وتكون بنفس الاتجاه، بعدها ايضا كليك ايمن على البرنامج رينيم، وطبعا اخذ كنترول سي، اذا ظهر عندك دوت اي اكس اي تاخذها، اذا ما ظهر عندك تضيفها بعدين دوت اي اكس اي، يعني اذا ما ظهر عندك تجيب بس الفوتوشوب وتكتب هنا دوت اي اكس اي. طيب بعدها اوكي، لاحظ الان بعد ما اضغط كليك ايمن راح يظهر لي برنامج فوتوشوب. طيب الان خلينا ناخذ برنامج اخر حتى تكون عندنا معلومه، مثلا عندي برنامج كامتاز يعني استخدمه بكثره فراح اضيفه الى كليك ايمن. طيب طبعا اجي الى الشل بعد ما اجي للفوتوشوب، خلاص فوتوشوب ضفته، اجي للشل كليك ايمن نيو
وكي، راح اسميه مثلا كامتازيا. الان راح اجي كليك ايمن على كامتازيا نيو كي، وراح اسميه كوموند دبل ام اي ان دي. طيب الان راح اجي الى الكوموند، اعدل على الديفولت خاصة بالكوماند، وراح اضيف الامتداد الخاص بكامتازيا. طبعا اضغط كليك ايمن على برنامج كامتازيا، اوبن فايل لوكيشن، اجي هنا انا اخذ كوبي للمسار اضيفه، وما انسى انه شارحة واسم البرنامج اللي هو كامتازيا ستوديو. طبعا اضغط هنا انا كليك ايمن رينيم، واخذه هو والاي اكس اي، واذا مو موجودة قلنا الاي اكس اي نضيفها نكتبها كتابة، وطبعا اكيد الشارحة بعدها الكامتازيا دوت اي اكس اي. راح اخذ هذا المسار كله للاحتياط، يعني راح احتاجه، اخذ كوبي. طيب الان راح اجي الى الكامتازيا، طبعا مو الكوموند، الكوموند عدلت الديفولت، اجي الى الكامتازيا كليك ايمن نيو سترينج فاليو، راح اسميه ايكون، وضروري جدا نسميه ايكون. بنفس الطريقة كليك ايمن موديفاي، راح اضيف الامتداد اللي نسخته قبل قليل، بعد هذا اجي هنا راح القى كامتازيا موجود. طيب وهكذا اقدر اضيف مثلا جوجل كروم او برامج اخرى، اي برنامج انا اشوفه مناسب واستخدمه بكثرة بامكاني اضيفه الى قائمة رايت كليك. ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة، نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.